دولار. للمزيد حول تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا وسهلا بك نور. سنبدأ من الفيدرالية الأمريكي ومحضر اجتماع الأمس. ما الذي عكسه المحضر بالأمس وأي بيانات أجلت من جديد موضوع رفع أسعار الفوائد؟ نعم، هناك نوعا ما مفاجأة قليلة ممكن أن نقول للأسواق، لأنه جانيت يلن في المحضر أو في يعني البريس كونفرنس أو المؤتمر الصحفي الماضي قالت بأنه كلمة patient أو كلمة أن يكون الفيدرالي الأمريكي متأني يعني سيتم رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة. الستيتمنت يوم أمس أو المحضر أظهر غير ذلك أو عكس ذلك بالضبط، حيث ذكر أنه كلمة patience لا يعني رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذكر أيضا الفيدرالي أنه لن يكون هناك في رفع الأسعار الفائدة قبل أبريل المقبل على الأقل، يعني بما أنه لا يوجد هناك أي رفع لأسعار الفائدة سواء في الربع الأول وقد لا يكون هناك أيضا في الربع الثاني. أما الأرقام الاقتصادية الأهم من ذلك أنه منذ أن تم الانتهاء من التيسير الكمي أرقام شهر نوفمبر وأرقام شهر نوفمبر وديسمبر جميعها أتت على تراجع باستثناء رقمين كانوا الجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي وأيضا الاندستريال برودكشن. يعود ذلك السبب لشيء مهم جدا، أنه دائرة الإحصاءات الأمريكية قررت أن تقوم بحساب اللي هي الأوباما كير أو اللي هي القطاع الصحي الذي كان من المفترض أن يتم احتسابه في الربع الأول تم احتسابه في الربع الثالث، لذلك هذا الشيء الذي أضاف حوالي 3% من الناتج المحلي للناتج المحلي الإجمالي ليصبح 5% بدلا أن يكون حوالي 2.5% تقريبا. نعم، مثل ما ذكرت نور العديد من البيانات صدرت منها ما هو إيجابي. قبل أن نعود للبيانات السلبية نتحدث قليلا عن البيانات الإيجابية التي صدرت، تراجع إعانة طلبات البطالة وأيضا وظائف أرقام وظائف القطاع الخاص. غدا ننتظر أيضا أرقام مهمة في قطاع الوظائف، ما هي التوقعات بداية؟ نعم، بالرغم من أنه شهدنا الانخفاض القليل بطلبات الإعانة بسبب البطالة الأمريكية، لكن هناك في مؤشر أيضا مع هذه الأرقام يسمى بالcontinuing claims أو اللي هي طلبات الإعانة المستمرة التي مرة أخرى ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي لم نشهد الارتفاع منذ عامين، لكن هذا يعتبر أيضا إشارة على المدى الطويل أكثر ما هي على المدى القصير. توقعات يوم أمس 240 ألف وظيفة، قد يكون هناك في مفاجأة أقل من 200 ألف، وهذا الشيء الذي حذرت منه أيضا مؤسسة ماركت لمسح مؤشر مديري المشتريات حول الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك الأرقام في ديسمبر بالتحديد انخفضت ما دون مستويات 200 ألف. هلأ فيما لو أتت 200 ألف أو لا، الكلمة الأخيرة تكمن فيما لو أتت ما دون مستويات 200 ألف، هنا سيكون لدينا أيضا إشارة جديدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، لكن التوقعات تبقى ما بين 200 إلى 240 ألف، تبقى في ظل وجود أو في ظل الأفرج أو المتوسط الذي شاهدناه طوال العام الماضي. طيب الحديث عن البيانات السلبية التي أشرت إليها منذ قليل، رأينا كما تحدثت أن بيانات نمو قوية في الربع الثالث فسرتها بعض الشيء حاليا، وبيانات بالمقابل سلبية بالأمس العجز في الميزان التجاري، هل هذا في أساسيات الاقتصاد نور يعني كما أشرت إليه منذ قليل، أم أن أسعار النفط هي التي تعود لتضغط وبالتالي تؤثر على بيانات النمو في الاقتصاد الأمريكي؟ أسعار النفط نوعا ما تعتبر ثانوية في الوقت الحالي على الأقل، لكن الشيء الرئيسي السيناريو الذي يحصل الآن هو تقريبا نفس السيناريو الذي حصل في قبل العام 2012 عندما تم الانتهاء من التيسير الكمي الأول، شهدنا عودة للأرقام الاقتصادية السلبية، وأيضا عندما تم الإعلان عن التيسير الكمي الثاني والانتهاء منه عادت الأرقام الاقتصادية الأمريكية للانخفاض. هذا الشيء الذي أدى بالبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي بالإعلان عن التيسير الكمي الثالث. الآن السيناريو نفس الشيء، الشيء الذي شهدناه خلال الأيام الماضية الفاكتوري أوردرز واللي هي طلبات المصانع الأمريكية انخفضت لأربع أشهر على التوالي، على الرغم من عدم وجود أو بالرغم من الحديث عن أنه الأمور عم تتحسن، لكن أربع أشهر على التوالي هو نفس السيناريو الذي حصل في 2012 وقام وقتها البنك المركزي بالإعلان عن التيسير الكمي. الآن انخفاض معدلات أو انخفاض التضخم وانخفاض أسعار أو أسعار النفط بشكل عام، بالإضافة إلى نوع من التباطؤ الاقتصادي العالمي سواء في الصين الاتحاد الأوروبي غيرها من الدول أيضا، جميعها لا تعطي أي إشارة إلى أن يكون هناك في حاجة لرفع أسعار الفائدة، لذلك تبقى النظرة أو ستبقى نوعا ما ضبابية حتى على الأقل. لنمر سريعا على اليورو نور، أدنى مستويات في 9 سنوات، هل توقع برنامج تحفيز نقدي موسع الذي طال انتظاره قريبا وهذا بالتالي يفسر الضغط على اليورو بالشكل الذي نراه؟
نعم، بعد أن وصلت معدلات التضخم إلى مدون الصفر وانكمشت بواقع 20 نقطة المئوية في ديسمبر الماضي، سنؤكد مرة أخرى أنه في الغالب ما سيتم الإعلان عن المزيد من التيسير الكمي، لكن تأثير التيسير الكمي سيكون محدود على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، كما هو الحال الذي حصل طوال 7 سنوات الماضية. تم الإعلان عن كمية كبيرة من الإجراءات وكمية كبيرة من التيسيرات الكمية لكنها لم تنجح، كما هو أيضا الحال في اليابان. لذلك هناك لدينا مثالين، اليابان تيسير كمي 14 عام لم يحدث نمو، وأيضا الاتحاد الأوروبي الآن 7 سنوات من التيسير لم يحدث نمو. شكرا جزيلا لك من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري.